الأستاذ نضال عم بيقول إنه اتصل فيك على البيت واستنجد فيك لحتى ياخذ منك التعليمات شو يساوي. قلت له دبر حالك. أنا مالي مهندس ولا بفهم بالآلات، وجودي بالمعمل وعدمه نفس الشيء. لا مو نفس الشيء، لأنه بعد ما حضرتك قلت له دبر حالك اتصل فيي وأنا رحت على المعمل وشغلت الآلات. صحيح مو أنا اللي صلحتهم بإيدي، بس وجودي كان هو الأساس بتصليحهم. يعطيك العافية، لو كنت وزير لكنت رفعت لك مكافأة. إيه الحمد لله اللي مانك وزير. حضرتك عم تتمسخر؟ طبعاً لا، أنت عملتي عمل جيد وأنا قلت لك يعطيك العافية. ما بدك بسحب كلامي. يا ريت، بيكون أحسن. شو هاد؟ خلال 6 أشهر ما أنا مداومة غير 10 أيام؟ نعم. وحضرتك ساكت عنا؟ شو بدي ساوي غصبا عني؟ هيك كانت أوامر المدير العام السابق. عندك نسخة عنا؟ عن شو؟ عن أوامر المدير العام السابق. طبعا لا، هيك أوامر ما بتتحرر كتابيا، تنعطى شفهيا. طيب، عندك نسخة عن شي تقرير رفعته للمدير العام السابق بتقول له فيه إنه سكرتيرتك وفاء ما داومت مشان ترفع المسؤولية عن حالك؟ طبعا لا، لشو بدي ارفع له تقرير اذا هو قايل لي انه لا تدقق على دوامه وخليها الدوام على كيفه. اوكي، داومت اليوم؟ مبين عندك بالتقرير انه ما داومت. ادريت انه في موظفات غير وفاء عم يقبضوا رواتبهم وقاعدين ببيوتهم، ودريت كمان انهم عم يعطوا مصاري لشخص انت بتعرفه مقابل هالشي. صح هالحكي ولا مو صح؟ مو صح. أنا ما بعرف هيك موظفات وما لي علاقة فيهن، وما بعرف إذا كانوا عم بيدفعوا مصاري لحدا لما لا. مستعد تقابلهم؟ طبعا. تكرم عينك، بكرة رح خليك تقابلهم وجها لوجه، وإذا ثبت أنك متورط أنا رح أتخذ إجراء ضدك. أما إذا هلأ لحالك ومن تلقاء نفسك بتقلي الحقيقة وبتعطيني أسماء كل الموظفين اللي ما عم بيداوموا ومين متورط بموضوعهم، أنا بعفيك من المسؤولية. شو قلت؟ أنا ما بعرف شي ولا لي علاقة بشي. إيه، مثل ما بدك. إن غدا لناظره قريب، تقدر هلأ تتفضل لمكتبك، بس لا تنسى اجتماع مجلس الإدارة الساعة 10. السلام عليكم. ها، ابن الحلال عم ذكره بيبان. اهلين اهلين ابو فاضل. شلونك انسه غدير؟ مشتاق. قصدي منيحه. ان شاء الله على طول بتضلي منيحه. ايه، بشو بقدر اخدمك؟ الست المديره بعتت لك هدول. شو؟ يسلم ايديك. الله يسلمك. شو ابو فاضل؟ هات لنشوف شو عندك اخبار جديده. ما عندي شيء. إيه لا، معقوله تكون بمكتب الست المديره العامه وما يكون عندك اخبار جديده؟ أنا لا بسمع ولا بشوف ولا بحكي. يا المرتك عليك، يسلم إيديك على القهوة. أبو فضل ليش واقف؟ فوت ارتاح، بدي شربك قهوة. لا غير مرة إن شاء الله. السلام عليكم. مسكين. خير أنسى عتاب؟ مين المسكين؟ شو في؟ واحد مراجع وقابل كريدور ومات. يا عمى أنا رايح أشوف شو القصة. وأنا كمان. بعد بعد بعد. يا حرام مسكين. إيه، وأنا بدي روح أشوف شو القصة. وصل البلة دقني وبكرة ممكن تشيل لي اياها. يا ترى مين اللي بلغها انه في موظفين عم بيقبضوا رواتبهم من دون ما يداوموا؟ مثل ما عرفت بقصة وفاء بتكون عرفت بقصة البقية. والله ما لها علي هالمرة.
أحسن شيء اتصل بجماعتي بركي بيلجموها شوي. ألو. شو هاد؟ خير شو في مدام؟ مين منظم هالكشف؟ هذا توقيع الأنسة غدير. خير شو بو؟ كله تخبيص بتخبيص. شو كانت نايمة وهي عم تشتغل؟ ما بعرف. احكي معها خليها تجي فورا. يلا. حاضر. يلا. جوكر جوكر. ايه اوكي جوكر جوكر. نزول على 51. ايه وافقنا. شادي ها. يلا. يعني انا ولا ماني عرفانة. نحن وين قاعدين؟ بقهوة ولا بمكان عمل وانتاج؟ الو؟ اهلين مدام سماح. خير شو في؟ يلا يلا جاي. شو هسه غدير؟ مع مين كنتي عم تحكي؟ انتي ما دخلك. ايه شو عليه؟ قال يا خبر هلا بفلوس بكره بصير ببلاش. قلتك. بتعرفي؟ ما رح كمل لعب، تعي بقى العبي محلي. روح شمشم اخبار. لك روح رويتر. شايفتلك. ايوه. انسي غدير. انت منظمة هالكشف؟ ايه نعم، انا منظمته. توقيعك هاد؟ ايه توقيعي. في شي حضرة المديرة؟ نعم في شي. رح اقرا لك شو عاملة مشان تعرفي شو في. اسم الموظف مازن الغفير. لا لا، اسمه مازن الفقير. المبلغ المقبوض 300 مليون سوري. 300 ليرة حضرة المديرة. تاريخ القبض 35/35/2035. بدك تعطي موظف 300 مليون بالشهر ال 35 بالسنة ال 2035؟ شو هالتخبيص هذا يا آنسة؟ عفوا حضرة المديرة، ممكن أنا أشوفه؟ تفضلي. حضرة المديرة، اسم الموظف مازن الفقير، والمبلغ المقبوض 300 ليرة سوري. تاريخ القبض 3/3/2003. بس يعني في آثار تحريف واضحة كتير، حتى شوف فيها بعينك. شو هالحكي؟ فرجيني لشوف. معك حق. مين ممكن يمزح معك هيك مزحة؟ ديما ولا هبة؟ ولا ما بعرف يا حضرة المديرة. بسيطة، أنا رح أعرف. اجي معي؟ تعي. أنا شلون نسيت عتاب؟ منيح يلي ما بلشت حقق مع هبة وديما. أنا متأكدة إنه عتاب هي اللي لعبت بالكشف. تفضلي حضرة المديرة ارتاحي. لا معلش ماني مطولة. شو وين الآنسة ديما؟ ماني شايفتها ورا مكتبها. الله وكيلك يا حضرة المديرة، وقت جيت لعندك كانت موجودة بالمكتب. بس ترجع بتسأليها إذا كانت طالعة تتسلى، ترفعي لي فيها عقوبة مشان وقعها. حاضر. وأنت آنسة عتاب، بكرة أول ما بتجي على الدوام بتجي لعندي على المكتب. يعطيكم العافية. فاتت وطلعت وما قالت شي. ليش هي شو كانت جاي تعمل؟ ما في داعي تعرفه. ما في شي بضل مخبى على طول بالفعل إلا ما ياخذ جزاته. فعل شو؟